السلام عليكم. اليوم غنديرو واحد التمرين بخصوص درس ديال الدواء اللوغاريتمية والدواء الأسية. حنا مازال باقيين في هذا الدرس هذا باش نحاول نفهموه مزيان. دونك شدينا هذا، خدينا هذا التمرين هذا المعرف، او عندنا الفونكسيون اف كتساوي ال ان دو اكس سوغ ان موان ال ان دو اكس. هذه الفونكسيون هذه كتسمى دالة معرفة بأجزاء. دونك عندي هاد اف معرفه في هذا المجال هذا اللي هو مجال التعريف ديالها بطبيعه الحال، وعندي واحد الفونكسيون اف نقطه بوان، واحد البوان اللي ما معرفاش فيها، يعني كنحسبوا النهايه ديالها، يعني ما عطاوها لنا ديجا. دونك عطاونا قالوا لنا سيدي احسب النهايه عندها زيرو بلس، ودروس اتصال اف عندها يمين زيرو، ودراسه قابليه الاشتقاق ديال اف عندها يمين زيرو وتاويل النتيجه هندسيا، حساب النهاية في بلس لانفيني وتأويل النتيجة هندسيا، دراسة التغيرات، وكتابة معادلة المماس في النقطة ذات الأفصول واحد، وتحديد نقطة الانعطاف. غادي نشوفو تحديد نقطة الانعطاف، يعني عرفناها من قبل في درس الاشتقاق والدرس ديال تحليلية الدواء، وحساب واحد الصورة ديال واحد الأفصول اللي هو ربعة. غادي نشوفو الهدف منه، ورسم المعادلة ديال المماس لدلتا و السيد اف. دونك نبداو بالتصحيح ديال هاد التمرين هذا. صحيح، يمكن لكم توقفوا التمرين، توقفوا الفيديو تتجاوبوا على التمرين، ومن بعد تشوفوا داكشي واش هو هذا كله. لا دونك السؤال الاول قال لك احسب النهايه عندها زيرو بلس. دونك حساب النهايه، حساب النهاية عند يمين زيرو. دونك هي الليميت في زيرو بلس ديال اش ديال اف دو اكس. دونك كيف ما عطاو لينا بان اف دو زيرو، عطاو لينا هي موانزا، يعني خصني نحاول انني نبينها، مفهوم؟ نمشيو نشوفو نبينوها. يعني عندي الليميت زيرو بلس ديال اش ديال ln دو اكس سيغ ان موان ln دو اكس. الا جيت عوضت بزيرو، عوضت اكس بزيرو، غيعطيني شكل غير محدد. الليميت هنا في الزيرو تعطيك موان لانفيني، هنا موان لانفيني، موان لانفيني على موان لانفيني على بلس لانفيني تعطيك شكل غير محدد. دونك خصنا نحاولوا نقلبوا على شي نهايه اعتياديه ديال ln، ولا نلتجؤوا للتغيير المتغير، مفهوم؟ دونك هنا كيبان ليا انني ندير تغيير المتغير كيبان اسهل. الا جات عوضت ln دو اكس بواحد غونت اكس، مفهوم؟ خديت ln دو اكس بغونت اكس. دونك عندي الا كان اكس يؤول الى زيرو بلس كيف ما عندي هنا، يعني اكس يؤول الى زيرو بلس، ln دو اكس زيرو، ln دو اكس عندما يؤول اكس الى زيرو بلس ln لاش غادي يمشي ليا، غيمشي ليا موان لانفيني، ياك الشباب؟ يعني ليميت في موان، ليميت في الزيرو بلس ديال الان هي موان لانفيني، يعني موان لانفيني غادي يمشي ليا، يعني غوند اكس غيمشي ليا موان لانفيني، مفهوم الشباب؟ ياك. دونك عندي التغيير المتغير اللي هو الان دو اكس كيساوي غوند اكس، ما عنديش شي اكس، يعني كون عندي شي اكس هنا غادي نحاول نجبد اكس صغيره بدلاله اكس كبيره، يعني غادي ندير ندخل ليكسبونسيال هنايا على الحد الطرفين بجوج غتولي اكسبونسيال كونت اكس، كون عندي اكس هنا، ولكن هذه هاد البارتي ما عنديش، ما غاديش نحتاجها. دونك غادي نحتاج غير الكونت اكس نعوض فيما بنت ال ان دو اكس نعوضها، مفهوم الشباب؟ دونك سي تادير هاد ليميت غتولي ليا عوض زيرو بلس غتولي ليا موان لانفيني، يعني عندما يقول كونت اكس الى موان لانفيني ديال اش فيما بنت ليا ال ان دو اكس نعوضها اكس كبيرة، يعني هي تولي اكس كبيرة على واحد ناقص غونت اكس، مفهوم الشباب؟ دونك هاد الليميت هادي كتبان ليا سهلة مقارنة مع هادي، حيتاش ديجا الليميت في الانفيني ديال واحد الحدودية او دالة، يعني دالة على دالة او حدودية على حدودية، كندير ديما اكبر اس، يعني اكبر اس الفوق واكبر اس لتحت، هما اللي كنمشي نحسب الليميت ديالهم، يعني كتساوي ديريكتومون اللي هي الليميت في موان الانفيني ديال الأس الكبير عندي هنا هو إكس، و لتحت هو موان إكس، مفهوم؟ غتختزل ليا هاد إكس مع هاد موان إكس، غتبقى ليا موان زان ديريكت،
مفهوم الشباب. دونك هاني دابا بينت بان الليميت ليميت في زيرو بلوس ديال اف دو اكس كيساوي ليا اللي هو موان زان اكزاكتومون. مفهوم الشباب يعني ديجا هاد القضيه اللي داروينها هنايا يعني راها فغي او حنا عندنا فغي. مفهوم. دونك ندوزو دراسه الاتصال. المهم دراسه اتصال اف. دراسة الاتصال الشباب يعني باش نقول واحد الدالة متصلة في واحد النقطة يعني كتعني لي أن ليميت خص تحقق لي في واحد البوان اكس زيرو. كتذكير ليميت عندما يؤول اكس إلى اكس زيرو بلوس ديال اف دو اكس كتساوي لي ليميت عندما يؤول اكس إلى اكس زيرو موان ديال اف دو اكس. اشنو خصو يساوي ليا؟ خصو يساوي ليا هو اف دو اكس زيرو. مفهوم. يعني النهايه عند يمين ديك النقطه اللي كندرس فيها الاتصال كتساوي النهايه عند يسار ديك النقطه اللي كندرس فيها الاتصال كتساوي ليا اكزاكتومون الصوره ديال ديك النقطه اللي غندرس فيها الاتصال بدلاله اف. مفهوم الشباب. الى تحقق ليا هذا الشرط هذا كنقول بان اف راها متصله. مفهوم. مفهوم الشباب. هاد الكونديسيون غنحاول نطبقها في هاد ليكزيرسيس هذا. باش نحسب اتصال في النقطة او هما درسوا هما طلبوا لنا ماشي اتصال في النقطة عطانا حدوا لنا قالوا لنا غير عند يمين النقطة زيرو. مفهوم. يعني اصلا عند يسار ما معرفاش لنا الدالة يعني اصلا احنا ما خديناش عند يسار هذا المجال يعني عند يسار الزيرو. مفهوم. دونك انني نمشي دابا نحسب غير الليميت يعني نكتفي يعني يكفي انني ندرس ليميت في زيرو بلس ديال اف دو اكس خاصها تعطيني ديريكتومون اللي هي اف دو اكس زيرو اللي هي اف دو زيرو. مفهوم. يعني خاصها تعطيني موان زان. مفهوم الشباب. يعني اف دو زيرو خاصها تعطيني موان زان يعني على هاد الشكل هذا. وحنا راه ديجا حددناه يعني ديجا حنا حسبنا الزيرو بلس ليميت في الزيرو بلس ديال اف دو اكس عطاتني موان زان يعني راه كتحقق ليا هاد لا كونديسيون هادي. مفهوم. ماشي نحسبنا ليميت في الزيرو بلس ديال اف دو اكس عطاتني اكزاكتومون اللي هي اف دو زيرو يعني موان زان يعني توتافي يعني راه كونتينيو في النقطه زيرو بلس. مفهوم الشباب. دونك حنا بما ان راه حنا بينا هذه دونك راه اف راها متصله عند يمين زيرو. مفهوم. بما ان هاد لابارتي هادي فان اف متصله عند يمين زيرو. مفهوم الشباب. ندوزو دابا السؤال الثاني اللي هو دراسة قابلية الاشتقاق ديال الفونكسيون اف عند يمين زيرو. دراسة قابلية الاشتقاق عند يمين زيرو. دراسة قابلية الاشتقاق كيف ما شفنا في الدرس ديال الاشتقاق ان دراسة قابلية الاشتقاق يكفي انني نحسب الليميت عندما يؤول اكس الى اكس زيرو. نطلبوا لنا عند يمين زيرو يعني الليميت عندما يؤول اكس الى زيرو بلس ديال اش. هذا التعريف هو ديال اش ديال اف دو اكس موان اف دو اكس زيرو. اكس زيرو عندي هنا هي زيرو سيغ اكس موان اكس زيرو اللي هنا زيرو. مفهوم. هذا هو التعريف ديال دراسة قابلية الاشتقاق في واحد النقطة كيلكونك. مفهوم. كيف ما شفنا في الدرس يعني كيعطيني هنايا واحد ال يعني الا كتعطيني واحد ال يعني راه قابلة للاشتقاق وتقبل مماسا. عطاتني لانفيني راه لا عطاتني لانفيني يعني راه غير قابلة للاشتقاق وتقبل نصف مماس. كانت اف زيرو ليميت عند يمين داك العدد تخالف الليميت عند يسار يعني تقبل لا تقبل الاشتقاق. مفهوم. وتقبل نصف مماس كل واحد والنصف مماس ديالو. مفهوم. والمعادلة ديالو راه كنعرفوها. مفهوم. دونك نمشيو نحسبو هاد الليميت هادي يعني عندما يؤول اكس الى زيرو بلس ديال اش ديال اف دو اكس يعني ln دو اكس سيغ ان موان ln دو اكس موان اف دو زيرو حددناه هي موان موان زان موان اف دو زيرو اللي هي موان زان يعني موان موان زان يعني صافي بلس ان. مفهوم الشباب. على اش على اكس. دونك غنوحد المقام باش نحاول نبين الامور شويه يعني هي الليميت في زيرو بلس ديال اش غتنزل ليا هاد اكس هاد ان موان ln دو اكس حيت غيتوحد المقام ديال اش ديال ln دو اكس بلس ان موان ln دو اكس. مفهوم الشباب. هاد لابارتي هادي غير وحدت المقام يعني المقام موحد الفوق
اللي هو ان موان ال ان دو اكس، غتبقى ليا ال ان دو اكس بلس هاد لو ان غضرب في هاد لابارتي التحتانية غتولي لي هي ال ان دو اكس بلس ان موان ال ان دو اكس ياك، وغتبقى ليا هادي لتحت غادي تنزل لتحت مفهوم، حيتاش ا على بي على سي راه هي ا على بي فوا سي مفهوم الشباب. دونك عندي هادشي، دونك غادي تساوي ليا غتمشي هاد الين مع موا الين غتبقى ليا ان، يعني ليميت عندما يكسي الى زيرو بلس ديال جذر ان سور اكس فوا ان موا الين دو اكس مفهوم الشباب. دونك ليميت في الزيرو في هاد لابارتي هادي 1 سور اكس هنا 0 هنا ال ان في 0 يعطيني موان لانفيني، موان لانفيني مع مع الموان تولي بلس لانفيني، 0 في لانفيني شكل غير محدد، يعني غادي غادي نحاول انني نقلب على النهايات الاعتياديه اللي معروفين عندنا. كيف ما كنعرفوا الليميت اكس عندما يؤول الى 0 ديال اكس ال ان دو اكس هذه كتساوي ليا 0 فهم، وعندي هنا اكس يعني غنحاول اني ندير هاد القضيه يعني ننشر هاد اكس هذا باش تبان ليا، باش تبان ليا شويه واضحه، يعني ان غيبقى الفوق على التحت ننشر هاد اكس هذا موان اكس ال ان دو اكس هادي كيف ما قلنا بانها كتساوي زيرو، يعني غيبقى ليا هاد اكس والليميت في الزيرو غتبقى ليا زيرو، يعني عادي جدا يعني زيرو زيرو صافي زيرو، يعني ان سور زيرو و زيرو ان سور زيرو كيعطيني لانفيني ياك الشباب، ومع هاد البلوس هذا يعني غي يعني سي سيغمون غتعطيني بلوس لانفيني مفهوم الشباب. دونك ليميت يعني قابلية الاشتقاق احنا درسناها، يعني اشتقاق بريم عند يمين زيرو ضغوط كنرمزها بحال بهذا الشكل هذا، يعني اف بريم ديال زيرو ضغوط كتساوي ليا كيف ما شفنا بلوس لانفيني مفهوم الشباب. والتأويل الهندسي لهذا الشيء ان اف غير قابلة للاشتقاق، دونك اف اذن اف غير قابلة للاشتقاق عند يمين زيرو مفهوم، دونك غير قابلة للاشتقاق يعني تقبل نصف مماس، و اف تقبل نصف مماس، هذا النصف مماس موجه نحو الاعلى نحو الاسفل ما عرفناش، ولكن عندنا واحد لا كونديسيون كيف ما شفنا اذا كان عندي هنا دابا هنا ضغوط يعني زيرو بلس، كيف ما قلنا اذا كانت عندي بلس بلس يعني نحو الاعلى، كانت عندي موان موان راه نحو الاعلى مفهوم الشباب، كانوا مختلفين كانت بلس موان كتولي موجه نحو الاعلى نحو الاسفل عذرا كتولي نحو الاسفل مفهوم، يعني هاد القضيه كنسهل عليا هذاك الطابلو اللي كيكون هو ديجا درناه في الفيديو اللي فات، الفيديو ديال الاشتقاق اللي فات درنا فيه واحد الملخص بخصوص هاد انصاف المماسات كيفاش كيكونوا مفهوم، يعني نصف مماس موجه موجه نحو الاعلى عند يمين زيرو، يعني حنا مشينا درسنا في اليمين يعني عند يمين زيرو عند يمين صفر مفهوم الشباب، يعني المماس غيكون على هاد الشكل هذا، يعني الدالة غتكون على هاد الشكل هذا في النقطة زيرو، يعني الإحداثيات ديالها اللي هي زيرو أفاص الأفصول اللي هو زيرو والنقطة إف دو زيرو كيف ما شفنا اللي هي موانزا مفهوم، إن هاد النقطة هادي تقبل نصف مماس عمودي موجه نحو الأعلى، اسمحوا لي هنا لكن واحد عمودي مفهوم غيكون على هاد الشكل هذا. ندوزو دابا للسؤال الموالي اللي هو حساب النهاية في بلوس لانفيني وتأويل النتيجة هندسيا، دونك او السؤال اش من السؤال هذا السؤال الثالث، دونك السؤال الثالث حساب النهاية في بلس انفيني، دونك هي الليميت في بلس انفيني ديال اف دو اكس اش كتساوي ليا، نعوض اف بالمعطى اللي عطاونا هي ال ان دو اكس سيغ ان موان ال ان دو اكس، هنا عندي نفس المشكل كيف ما حسبنا في الزيرو عطاتني هنا دابا موان لانفيني هنا بلوس لانفيني يعني لانفيني على لانفيني شكل غير محدد، نفس القضية دابا هنا في بلوس لانفيني عطيني بلوس لانفيني وف وف بلوس لانفيني في الالين عطيني بلوس لانفيني يعني لانفيني على لانفيني شكل غير محدد، كيف ما شفنا من قبل درنا تغيير متغير غنحاولو نجربو تغيير متغير هنا واش غيصدق لينا ولا لا، نوضع اكس كتساوي ليا الين دو اكس
مفهوم؟ إذا كان إكس يؤول كيف ما شفنا البلوس لانفيني، فإن كرونت إكس لاش أتقول ليا، يعني إكس يؤول لبلوس لانفيني، يعني ألين دو إكس اللي كيساوي ليا إكس لاش غادي يمشي ليا، غيمشي ليا لبلوس لانفيني، يعني صافي كو إكس كرونت إكس غادي يمشي ليا لبلوس لانفيني، مفهوم؟ كنعوض كنحسب النهاية ديال إكس في هاد العنصر هذا اللي عوضته وضعته كمتغير كيمشي لبلوس لانفيني، دونك راه اكس كيمشي لبلوس لانفيني، مفهوم الشباب؟ دونك ليميت عندما يؤول كرونت اكس الى بلوس لانفيني ديال اش ديال اف دو اكس، اف دو اكس غادي تولي ليا كيف فين ما بان ليا، فين ما بان ليا ال ان دو اكس غنعوضو بكرونت اكس، يعني غاتولي ليا كرونت اكس على ان موان اكس، كيف ما كنعرفوها الشباب ليميت في لانفيني حدودية على حدودية، اكبر دوغري الفوق على اصغر على اكبر دوغري لتحت، يعني غتساوي ديريكتومون ليميت في بلوس لانفيني ديال اج اكبر حد الفوق اللي هو اكس لتحت اللي هو موان اكس، غيعطيني اكزاكتومون تختزل لي اكس مع اكس تعطيني موان زان ديريكت، مفهوم الشباب؟ دونك ليميت في لانفيني ديال اف دو اكس كخلاصة كيساوي ليا موان زان. وقالوا لنا واحد السؤال، اول نتيجة هندسيا، هاد اول نتيجة هندسيا فيه شي حاجة، يعني مهما اف مهما اكس يا اولى بلس لانفيني عطاني واحد العدد، يعني راه كنقول واحد الحاجه. قبل ما نقولوا شي ديك الحاجه غادي نحاولوا نشوفوها، نديروا هاد المعلم هذا غير كتبسيط غير كتوضيح، اكس او انا خدينا اكس غير ماشي مشكل، دابا نرجعوا للداله ديالنا، عندي هذا هو المنحنى الافصول اللي هو فيه اكس، وهنا عندي فيه اف، ياك كناخذ العناصر ديال اكس وكنحسب الصورة ديالهم، ملي كنجمع دوك الصور كنجمع العناصر والصور ديالهم كيخلقوا لي ديك السيد اف، يعني الشكل ديال اف، مفهوم الشباب؟ دابا اكس ملي كيمشي ليا لبلوس لانفيني، يعني اكس غادي وكيكبر، واحد جوج ثلاثة غادي غادي حتى لبلوس لانفيني، يعني لما لا نهاية، يعني غادي في هذا المنحنى، في هذا المنحنى هذا، مفهوم؟ كل ما اكس كيكبر يعني غادي لبلوس لانفيني، اف فين كتمشي ليا؟ كتمشي ليا الموانزا، وهاد الموانزا هذا فين هو؟ الى جينا عوضنا موانزا هنايا ماشي منطقي، اف اكس كتكبر، ولكن ميمكنش نجي نعوض اف في محور الافاصيل، ها هي اف، فهم؟ يعني اكس كتكبر اف كتمشي ليا الموانزا، والموانزا في محور ديال الاراتيب اللي فيه لي فونكسيون، فيه الفونكسيون اف، فين هو؟ ها هو موانزا، ياك الشباب، يعني اكس غادية وكتكبر اف غادية لاش غتمشي لموانزا، وموانزا حتى هو راه هو راه يمكن نرسموه كمقارب على هاد الشكل هذا، يعني اف غادية وكتكبر اكس اكس غادية وكتكبر، يعني اف غادية وكتمشي لموانزا، وموانزا هو هذا، مفهوم؟ يعني غيقبل ليا المستقيم ذو المعادلة ايكغيك، حيت ايكغيك هو هذا، يعني ايكغيك كيساوي لي نيت هو اف اف دو اكس، مفهوم؟ هو الصورة ديال اكس، يقبل إيغريك دون معادلة إيغريك يساوي موانزا كمقارب أفقي أو مقارب، مفهوم الشباب؟ دونك هذا كيتسمى مقارب، يعني في بلوس لانفيني كيقبل هاد إيغريك دون موانزا كمقارب، مفهوم؟ دونك التأويل الهندسي، دونك بما أن ليميت في بلوس لانفيني ديال اف دو اكس كتساوي ليا موانزا، فإن اف تقبل إجراج مقارب أفقي ذو المعادلة إجراج كتساوي ليا موانزا، مفهوم الشباب؟ دونك ندوزو السؤال اللي من بعد اللي هو دراسة تغيرات اف، باش ندرسو تغيرات ديال الدالة اف هو خصنا نحسبو الاشتقاق، مفهوم؟ باش نحسبو الاشتقاق ديال الدالة اف خصنا نعرفوها ضروري، خصنا اولا خصنا نتأكدو بانها قابلة للاشتقاق، مفهوم؟ دونك عندي اف مكتوبة على هاد الشكل ال ان دو اكس ا موان ال ان دو اكس، ال ان قابل للاشتقاق في داك المجال، اش من المجال؟ يعني مهما يكون اكس ينتمي لمجال زيرو او اتحاد بلس لانفيني،
في هذا المجال هذا الين قابل للاشتقاق، يعني كنعرفوا احنا الين راه قابل للاشتقاق على زيرو بلس، يعني المجال زيرو بلس لانفيني، مفهوم؟ دونك الين قابل للاشتقاق، موان الين تاهي قابل للاشتقاق، الخارج ديالهم تا هو قابل للاشتقاق، دونك راه اف قابل للاشتقاق. دونك لدينا اف قابلة للاشتقاق على المجال اللي وضعناه هنايا، المهم قابلة للاشتقاق نسميوه اي. بطبيعة الحال إذا كان اي مغلوق كان في الاشتقاق كنفتحوه، هنا عندي مفتوح دونك ما نحتاج، لأن أو لأنها خارج دوال قابلة للاشتقاق. مفهوم الشباب؟ هذه العبارة مهمة خص نستعمل، حيتاش باش ندرس الاشتقاق خص تكون قابلة للاشتقاق في واحد المجال كامل، وحنا راه عاطينا في الماط ان كاين دوال اعتيادية قابلة للاشتقاق في مجال كامل، يعني بلا ماشي نحتاج انا نمشي ندرس قابلة الاشتقاق في كل نقطة على حدة، مفهوم؟ دونك هادشي اللي كاين، يعني مهما يكون اكس ينتمي الى اي، هذا وضعناه كيتسمى اي اف بريم دو اكس، يعني نمشي نحسب الاشتقاق اش كيساوي لي هي ln دو اكس سيغ ان موان ln دو اكس، ياك الشباب؟ اش كتساوي دابا هادي؟ عندي خارج دالتين، وكيف ما كنعرفو خارج دالتين المشتقة ديالها، كندير اللي في المقام ان موان ln دو اكس كندير ليها المربع ديالها، اللي كندير المشتقة ديال اف اللي هي الفوق ln المشتقة ديال اللي هي ان سيغ اكس مضروبة، فهادي اللي في المقام، يعني a موان ln دو اكس موان هادي اللي في البسط اللي هي ln دو اكس فوا المشتقة ديال اللي في المقام، يعني المشتقة ديال a اللي هي زيرو و موان ln دو اكس صافي موان ان سيغ اكس. مفهوم الشباب؟ اش كتساوي ليا؟ المقام غيبقى بوحدو اللي هي a موان ln دو اكس لو تو كاري، غنحاول انني نجمع هاد المسائل هادو، دونك عندي 1 سيغ اكس، بون المقام واحد اصلا هو اكس كامل هنا، ممكن اجي نشرنا هاد الشيء غنلقاو كامل المقام واحد هو اكس، يعني يمكن ننزل اكس لتحت ولكن ماشي مشكل نديروها بشوية، يعني هنا هي اكس نصر هذه اللي هي ان موان ال ان دو اكس موان ال ان دو اكس، مع هاد الموان غتولي بلس، مفهوم؟ يعني غتساوي ليا ln دو x موان ln دو x غادي تختزل ليا، يعني غتولي واحد على x على ان موان ln دو x كاري، يعني غتنزل ليا كيف ما قلنا غتنزل x على التحت، غتولي ليا ان سيغ x عامل لي ان موان ln دو x لو تو كاري، مفهوم؟ دونك كيف ما كنعرفو هاد الدالة هادي، ميمكنش نجيو نقول بأن f واش أكبر من الزيرو ولا أصغر من الزيرو، خصني ندرس هادشي لتحت كيفاش داير في المجال اي، مفهوم؟ اي اللي كيساوي ليا زيرو او اتحاد او بلس لانفيني راه اكس اكبر قطعة من الزيرو، مفهوم؟ هاد لابارتي ديال اكس اكبر من الزيرو، مفهوم؟ وعندي هاد لابارتي فيها المربع، مفهوم يا شباب؟ واي عدد او اي فونكسيون فيها مربع يعني او كاري راه حاجة عادية انه موجب قطعا، مفهوم؟ و ان موان ln دو اكس مربع راه اكبر قطعه من الزيرو، مفهوم الشباب؟ نتمنى انه يكون مفهوم، يعني هادشي راه باين، دونك هادشي كيأكد ليا ان اف بريم، دونك هادي هي اف بريم، كيأكد ليا ان المشتقه ديال اف اكبر قطعا من الزيرو وتخالف ليا الزيرو، يعني ما يمكنش نلقى شي عدد لانه كيحقق لي بان اف بريم دو اكس كتساوي ليا زيرو، ما يمكنش، مفهوم؟ ولكن في الزيرو راه غير معرفه، ما عليناش حنا راه في اف راه حسبنا النهايه ديالها كيفاش دايره، عطاتنا راه هي موانزه، مفهوم الشباب؟ دونك اف بريم اكبر قطعه من الزيرو، يعني اف تزايديه قطعا، يعني كرواسونت في المجال اي، دونك انطلاقا من هادشي يمكن لي نرسم دابا جدول التغيرات، كيف ما كنعرفو المحدات اللي هو زيرو او او بلس لانفيني، في النقطة زيرو اف بريم اش كتساوي ليا؟ دونك عندي هادي هي اف بريم
وهذه هي اف، هذا هو اكس، مفهوم؟ في النقطة او ديجا تعوض او هنايا الين دو او صافي واحد، ان موان ان صافي زيرو، و زيرو شكل غير محدد يعني غير معرفة في هذه المسألة في هذه او هذه، مفهوم الشباب؟ وفي الزيرو غيعطيني غير معرفة، مفهوم؟ دونك كيف ما قلنا بأن اف راها اف بريم راها انها بوزيتيف، يعني في المجال كامل بوزيتيف، مفهوم؟ يعني ان اف تزايدية قطعا في المجالين بجوج، مفهوم الشباب؟ ليميت ديال اف في بلوس لانفيني عطاتني هي موان زان، مفهوم الشباب؟ ليميت في او بلوس عطاتنا موان لانفيني، وهنا بلوس لانفيني، مفهوم الشباب؟ والليميت في الزيرو صافي كيف ما قلنا بانها كتساوي موان زان، مفهوم الشباب؟ دونك هذه هي التغيرات ديال الداله اف.